وفي هذه النشرة أيضا: شيخ الأزهر يطلق من جاكرتا دعوة للتصالح وتسامح بين علماء الأمة ونبذ التعصب المذهبي. نشرة الخامسة من النهار اليوم، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عقب اجتماعه بوزير الداخلية أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات ضد المواطنين، مشددا في الوقت ذاته على عدم محاسبة جهاز بالكامل على تصرفات البعض، وموضحا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة في الأقسام. أكدنا على أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين، وده أمر مؤكد، ولازم ننقل هذه الصورة أيضا لكل المواطنين في مصر أنه لا تستر أو تهاون في حقوقهم، وده التزام من الشرطة والتزام موجود وقائم. وإن كان هناك بعض التجاوزات من بعض الأفراد فبيتم محاسبتهم على هذا، ولكن يجب ألا أحاسب جهاز بالكامل على تصرف فردي. دي النقطة الثانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن قواعد حمل السلاح الجديدة التي سيجرى وضعها لضبط الأداء الأمني ستشمل جميع أفراد الشرطة دون استثناء، نافيا طرح عودة المحاكمة العسكرية لأفراد الشرطة حاليا. أمر عودة المحاكمات العسكرية أمر غير مطروح في الفترة الحالية، لكن احنا الحقيقة في الفترة الأخيرة بدأنا صياغة قواعد جديدة تفرق ما بين من هو مؤهل لحمل السلاح ومن هو ليس مؤهلا له، في إطار صياغة قواعد جديدة لحيازة هذا السلاح كعهدة شخصية. التقرير التالي يلقي الضوء على المزيد من التفاصيل والتشريعات المقترحة لضبط الأداء الشرطي. اعتذار رسمي من الشرطة للشعب. فوزير الداخلية وقف يقبل رأس والد سائق الدرب الأحمر الذي راح ضحية رصاصة من سلاح رقيب شرطة، واعدا إياه بأن حق ابنه لن يضيع هدرا. نهج جديد ترسخه اليوم وزارة الداخلية بالاعتراف والاعتذار عن أخطاء أبنائها الفردية، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأفعال المشينة التي تتنافى مع أساس عمل الشرطة القائم على احترام المواطن وصون كرامته. سلسلة أحداث فردية من أمناء الشرطة في حق مواطنين لم تغمض الداخلية عينها عنها، وأحالت المخطئين للنيابة، وآخرهم أمين شرطة الخصوص المعتدي على جاره بالرصاص. فالدولة عازمة على الوقوف بجدية لمحاسبة المخطئين، فقاتلوا سائق الدرب الأحمر أمام القضاء الآن. واليوم يتابع رئيس الوزراء بنفسه مع وزير الداخلية معاقبة المخالفين من أبناء الشرطة وجهود الوزارة للارتقاء بأداء الجهاز الأمني. ومن قبله وفي اجتماع عاجل طالب الرئيس السيسي الداخلية بردع أمناء الشرطة المخالفين وسن تشريعات لضبط الأداء الأمني تعرض على مجلس النواب خلال 15 يوما. واليوم تكشف مصادر من قلب الداخلية أن الوزارة تدرس مقترحات بتقييم الأمناء نفسيا كل عام وسحب سلاح مرتكبي المخالفات الإدارية وإحالتهم إلى الاحتياطي عامين، بحيث يتقاضى خلال هذه الفترة ثلثي راتبه، وأخيرا عزل مرتكبي الجرائم. هذه مقترحات الداخلية للحد من تجاوزات أمناء الشرطة، مقترحات ألهبت البرلمان الذي عبر نوابه عن غضبهم من أخطاء الشرطة مطالبين بتشديد العقوبة على المخالفين ومنع تسليحهم أثناء راحتهم وعقد جلسة خاصة بحضور الحكومة لمناقشة القضية ووضع حد لها، فيما اعتبر بعض النواب أن ما يحدث مجرد تجاوزات فردية رافضين التعميم. خطوات من الدولة حكومة وبرلمانا تحدد بها سلطة كل من له قوة وتستجيب بها للرأي العام الذي يريد من الشرطة أن تحميه وتحافظ عليه، ذلك المطلب الذي مر عليه أكثر من 5 سنوات. شيرين مجدي، النهار اليوم. وفي شأن آخر، كشف العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن المتهم أحمد منصور قرني
الذي يواجه حكما بالسجن 28 عاما عمره 16 عاما. وأوضح المتحدث العسكري أن أوراق القضية المتهم فيها منصور أشارت إلى أنه شارك في وقائع إثارة شغب وإتلاف عمدي لبعض المنشآت والمرافق العامة التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. وأضاف المتحدث أن نيابة الفيوم أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم بناء على ما ورد تجاهه بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني. وخلال افتتاحه المؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن القناة الجديدة تعد جزءا من خطة الحكومة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، مضيفا خلال المؤتمر العالمي الذي حضره نخبة من السياسيين والاقتصاديين أن القناة تنعكس إيجابيا على حركة التجارة العالمية. وقال إن الدولة تقيم المشروعات الكبرى في ربوع البلاد لتصبح مصر ملتقا للاستثمارات. كان مشروع قناة السويس الجديدة جزءا من خطة طموح لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح ونقطة انطلاق لمشروع عملاق للتنمية في منطقة القناة، هذا بالإضافة إلى أهميتها في تيسير حركة التجارة العابرة للقناة وخفض زمن الانتظار لأقصى حد داخل القناة، بما ينعكس إيجابا على اقتصاديات النقل عبر قناة السويس، ولتأتينا على الدوام الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية. إن عنوان مؤتمرنا هذا هو الفرص والتحديات، وكان مشروع قناة السويس الجديدة واحدا من التحديات الحقيقية التي خضناها لنثبت جدارتنا أمام العالم. ومن جانبه أعلن وزير النقل سعد الجيوش انتهاء الوزارة من وضع استراتيجية لتطوير صناعة النقل في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة حتى 2030. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل تدريب العنصر البشري وتوفير عناصر السلامة وإنشاء أول جامعة متخصصة في النقل وتطوير الموانئ المصرية. أهم ملامح استراتيجية النقل في مصر فهي وضعت الأمن والسلامة على قمة الأولويات، فقد تم إنشاء السلطة لسلامة النقل، كما أولت اهتماما كبيرا لرفع كفاءة العنصر البشري فأنشأت جامعة متخصصة في علوم النقل تعد الأولى من نوعها في منطقة أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط، تتولى تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بكافة فروعه، كما استهدفت تطوير كافة مرافق النقل بكل وسائطه ورفع كفاءته، كما تبنت الاستراتيجية تطوير المنظومة الاستراتيجية اللوجستية ووضعت تأدية الخدمات اللوجستية لأول مرة من ضمن اختصاصات وزارة النقل بمصر. أنهى مجلس النواب أولى جلساته اليوم وأغلق باب المناقشة من حيث المبدأ على مشروع لائحته الداخلية الجديدة لاستكمالها في الجلسة المسائية. وبحسب جدول الأعمال فإن المجلس سيناقش في تلك الجلسة المواد من 61 إلى 100 من مشروع لائحته الداخلية الجديدة المتضمنة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. وإلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين دعوة للتصالح والتسامح بين علماء الأمة ونبذ التعصب المذهبي، مشيدا بتجربة مجلس العلماء الإندونيسيين الذي جمع المذاهب كافة في مجلس واحد. وخلال الزيارة التي بدأها أمس على رأس وفد، أضاف الطيب أنه على العلماء أن ينشروا وسطية الإسلام التي تدعو إلى عدم إقصاء الآخر، ومحذرا من محاولات فرض مذهب بعينه على الناس. أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 8,731,000 طفل خلال اليوم الأول لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي انطلقت أمس. الحملة التي تستمر 4 أيام تطمح إلى تطعيم قرابة 15,533,000 طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين. وتهدف الحملة إلى رفع مناعية الأطفال دون الخامسة والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال. انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي 43 لأمراض القلب
والذي تنظمه الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب. المؤتمر يستمر 4 أيام بمشاركة العديد من جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية والإفريقية والمراكز البحثية والجامعات ونخبة من الخبراء وممثلين ل20 دولة عربية وغربية. الحمد لله المؤتمر ده حاليا بقى أصبح من المؤتمرات العالمية اللي محطوط على الخريطة العالمية، وبيشارك فيه أكثر من 4500 طبيب من الدول العربية ومن مصر ومن الدول الأجنبية. في أكثر من 100 خبير مشارك في المؤتمر، سواء بمحاضرات أو بورش عمل أو بنقل مباشر. الحقيقة يمتاز المؤتمر السنة دي بأن معظم النقل المباشر بيتم عن طريق أطباء مصريين، والشباب المصري هو اللي مشارك، وده بيزود التفاعل بين الأجانب والمصريين وبيوري الخبرة المصرية في علاج أمراض القلب. هو ده المؤتمر اللي كل دكاترة القلب بيبقوا حريصين على ان هم يتواجدوا فيه. بنراجع أهم التطورات اللي حصلت في السنة اللي قبل المؤتمر ده، السنة اللي فاتت. بنقابل زملائنا بره مصر ومن البلاد العربية من أوروبية، وبيبقى فيه تبادل لأحدث التطورات العلمية والأبحاث. في جلسات مخصصة للتطورات على مستوى الفحص الإكلينيكي والبث الحي في القسطرة، فبيقدر الزملاء ان هم يعني يبقوا مطلعين على تفاصيل التفاصيل في تطور القسطرة القلبية والتدخل بالقسطرة من خلال نقل حي من مستشفيات القوات المسلحة. وإلى أسوان، حيث مناسبة لم تكتمل فقد حجبت الشبورة المائية تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل في أسوان، واحتشد الآلاف لمشاهدة الظاهرة التي لا تحدث إلا مرتين في السنة. ولكن التقرير التالي فيه المزيد. مثل كل عام الجميع اصطف منذ 4 صباحا لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في أسوان. الظاهرة تتكرر مرتين في السنة فقط، وقت مولد الملك وموسم الفيضان في 22 أكتوبر، ومرة أخرى يوم تتويجه في 22 فبراير. كم أنا سعيدة للانضمام إليكم ومشاهدة التماثيل والآثار وأن أكون في مصر. أصلي من أجل أن تظل مصر بلد السلام والأمن دائما. ولكن بسبب الشبورة الكثيفة، الشمس التي انتظرها الجميع خذلت 4000 شخص مصريين وأجانب. وظاهرة تعامد الشمس السنة دي ما كانش لنا نصيب، وكل الأعداد الغفيرة دي تشوفها، لكن الحمد لله كان عندنا حضور قوي جدا وأغلبهم المصريين 3000، وده يدل على أن في زيادة للوعي الثقافي عند المصريين أن هم يجوا ويشوفوا ظاهرة تعامد الشمس وزيارة المعابد. رغم عدم اكتمال المناسبة فإنها كانت فرصة للاحتفال عندما انطلقت الفعاليات منذ اليوم السابق أمام واجهة معبد أبو سمبل، شاركت فيها 14 فرقة من الأقصر والأسكندرية ومطروح والشرقية والإسماعيلية، إضافة إلى فرقتي أسوان وتشكى. الكل قدم إبداعاته. أنا فخورة أن بلدنا فيها حاجات جميلة كده الحمد لله، وفرحانة من أول مرة أزور الآثار بتاعتنا، رغم أن نفسي كان من زمان أزورها والحمد لله يعني. كذلك افتتح وزير الآثار ممدوح الضماطي ووزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ أسوان مجدي حجازي مركز توثيق عملية إنقاذ معبد أبو سمبل احتفالا باليوبيل الذهبي لذلك المشروع. الغيوم أخفت الشمس وراءها فلم تتعامد على وجه رمسيس الثاني، ولكن تظل أثار حضارة ضربت بجذورها في التاريخ مشرقة بأصالتها وعظمتها. وفي خبر عاجل حول الأوضاع في سوريا، حيث أعلن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي منذ قليل التوصل إلى اتفاق أمريكي روسي على وقف إطلاق النار في سوريا، حيث يبدأ تنفيذه في منتصف ليل يوم 27 فبراير الجاري. وإلى ليبيا، حيث أعلن الجيش الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، أعلن أن قواته أجبرت مسلحي تنظيم أنصار الشريعة على الانسحاب من عدة مناطق في مدينة بنغازي، ما أدى إلى تحرير منطقة الحي الفلبيني ومستشفى الهواري وميناء المريسة الاستراتيجي. الجيش الليبي أعلن أيضا سيطرته على مدينة إجدابيا على بعد 150 كيلو مترا جنوب بنغازي بعد طرد مسلحي تنظيم داعش. وفي تصريح خاص للنهار اليوم، قال علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
إذا وضع الإنسانية داخل ليبيا مترد للغاية، إذ وصل عدد النازحين الليبيين إلى 500,000 نازح. الوضع الليبي الآن يتميز بوجود عدد من النازحين الليبيين، يقدر تعدادهم بحوالي 500,000 نازح، وجود أيضا جالية مهاجرة أو لاجئة بحوالي 250,000 شخص، لكن تتمدد آثار الأزمة الإنسانية إلى مختلف القطاعات الخادمة للإنسان، مثلا القطاع الصحي أو القطاع المجتمعي أو القطاعات الضرورية مثل الماء والصرف الصحي، التعليم، تواصل العملية التعليمية، قدرة الإنسان على توفير المنعة والصبر في أوقات الأزمات تقل، يتزامن ذلك مع وضع اقتصادي طاحن قاهر صعب. وإلى تفاصيل الأنباء والأخبار في الأزمة السورية، حيث استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قيام بلاده والسعودية بعملية برية في سوريا، مضيفا أن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. الوزير التركي اعتبر في مؤتمر صحفي بأنقرة أن الضربات الجوية الروسية هي أكبر عقبة أمام وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أن المعارضة السورية ستجتمع في الرياض غدا في التوصل إلى هدنة مؤقتة. هذا وقد تمكنت فصائل معارضة في سوريا من قطع طريق الإمداد الوحيدة لقوات النظام السوري إلى محافظة حلب شمالي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل قطعت طريق خناصر حلب بعد سيطرتها على جزء من قرية واقعة على الطريق، ولا تزال قوات النظام تحاصر الأحياء الشرقية بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. في العراق، وبالرغم من انتشار القوات العراقية منذ فترة إلى مدينة الرمادي بعد تحريرها من قبضة داعش، فإن النازحين من المدينة لا يستطيعون العودة إليها، وذلك بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي. المزيد في هذا التقرير. تحررت الرمادي من أنياب تنظيم داعش على أيدي القوات العراقية، وعادت المدينة إلى سيادة العراق. عادت لكنها لم تعد سالمة ولا غانمة، ولم يعد أهلها إليها بعد، والسبب بدء حملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها داعش. تنظيم داعش الذي تمكن من بسط سيطرته على الرمادي في 13 من مايو 2015 أتى بها على الأخضر واليابس، وحين انحدر مهزوما مخذولا ترك شيئا من أثره، ألغاما ومتفجرات وعبوات ناسفة. القوات العراقية أخذت على عاتقها منذ تحرير الرمادي إزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي تركها التنظيم في المنطقة المحررة، تمهيدا لإعادة الأهالي النازحين إلى مدنهم وقراهم، لكن العمل يسير بوتيرة بطيئة نوعا ما. والسبب، والله لن نملك أي آلة ولن نملك أي منا أن يكون له لديه آلة في كاسحة ألغام أو غيرها. التأخير في سبب العودة هو كثرة العبوات وتفخيخ الشوارع والمنازل، ونتمنى لكم الرجوع إن شاء الله. عناصر الشرطة العاملة على نزع المتفجرات من البيوت والطرقات تواجههم كذلك مشاكل جمة. احنا ما عندنا لا كاسحة ألغام ولا عندنا أي شيء وسيلة للنقل ما عدا هاي الستوتة أمامك، نحمل بها العبوات وننقلها إلى مكان آمن. هاي العبوات كلها صنع محلي، ولقينا من عندهم معامل مالتهم، لقينا سيارات مفخخة مالتهم، وقمنا بتفكيكها وإخراجها خارج القاطع. اليوم قمنا برفع العبوات من شارع 20 في هاي الستوتة. جماعة يرفعون العبوات وأنا ننقل بين هاي الستوتة، لا عندنا لا كاسحة ولا أي سيارة كبيرة يعني. ألغام أرضية ومقذوفات ومنازل مفخخة تشكل في الوقت الراهن تهديدا جسيما لكل جوانب الحياة لسكان الرمادي ولعمليات إعادة الإعمار بها، لكن مواصلة العمل على إزالتها تعطي الأمل بقرب عودة النازحين إلى موطنهم الأم. محمد تيم، النهار اليوم. ومن العراق إلى لبنان، حيث يلقي رئيس مجلس الوزراء اللبناني الآن بيانا حول العلاقات اللبنانية السعودية، ننتقل إليه على الهواء مباشرة. وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائما. ثانيا، إن مجلس الوزراء
يجدد تمسكه بما ورد في البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية من أن علينا في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النعي بالنفس ونحصن بلدنا تجاه الأزمات المجاورة، ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر. ثالثا، إن لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان ومساهمتها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقدية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما لن ينسى أن المملكة وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي، وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها. رابعا، إن مجلس الوزراء يعتبر أنه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة. خامسا، تمنى مجلس الوزراء على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية. كان هذا جزءا من البيان الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء اللبناني حول العلاقات اللبنانية السعودية. ومن هنا تنتهي أخبارنا، وقبل الختام تذكرة بعناوين النشرة. الحكومة تؤكد عدم التستر على أي تجاوزات، ووزير الداخلية ينفي عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة حاليا. في المؤتمر الملاحي العالمي الأول، قناة السويس الجديدة تعزز خدمة النقل البحري والتجارة الدولية. وشيخ الأزهر يطلق من جاكرتا دعوة للتصالح والتسامح بين علماء الأمة ونبذ التعصب المذهبي. نهاية نشرة الأخبار من النهار اليوم، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.